تعالوا نروح لمؤتمر الصحفي بتاع مستر موسيماني ونشوف قال ايه عن مباراة اليوم. And you can see my colors. So I'm here for a different mission. Yes, I remain loyal to my country, but I'm here with a different mission. هو بيقول له انت شايف طبعا الشعار اللي لابسه واللون الاحمر اللي لابسه ده جاي انا جاي في مهمه مختلفه، طبعا انا ليا انتماء كبير وطني بس انا هنا في مهمه مختلفه ماليش علاقه بمنتخب جنوب افريقيا بالنتيجه. لا فوتبول از ا بروفيشنال سبورت اند يو اولويز هاف انجريز اول ذا تايم از فوتبول اند وي هافنت هاد علي معلول فور فيري لونج تايم ايفن ان ذا وورلد كاب وي ديد نوت هاف هيم سو وي We have been moving without him. Yes, we miss him, important player for us. But we have continued with anybody who was not available because there's injuries, there's a space for Corona. So Alakli has been going through a lot, but we remain where we are. وبيقول حقيقتك حاجه تسالي على غياب علي معلول وحمدي فتحي هيتاثر على الفريق ولا فانا بقول بيرد حقيقتك بيقول لك كره القدم لعبه احترافيه والغيابات والاصابات ده جزء من اللعبه وعلي معلول بقى له فتره غايب عندنا حتى ما لعبش في كاس العالم للاصابه فاحنا وكملنا من غيره ده مش معناه ان هو لعيب مالوش قيمه لا قيمته كبيره بالنسبه للفريق هو حمدي فتحي بس لازم نكمل واحنا كنادي الاهلي يعني كنا ضحيه بعض الظروف يعني سببت غيابات زي الكورونا مثلا ومع ذلك كنا بنكمل واللعيبه الموجوده هي بتادي الدور Yeah, we thought by the time we come here, we would have already qualified. The plan was by the time we come here, would give a break to our international players who just played 3 days, 2 days back. But unfortunately, we are not in that position. We are in a position where we have to win. So, but that's our life and. Yeah, we have to try and make sure that we have different programs for the team. Since they came back, they can never lose fitness in the last 2 days. So we didn't have so much to do for them. What's important for us to give them a regeneration program to come up, and that's all. We have them fresh tomorrow. Hopefully, inshallah, we'll do well. هو السؤال بتاع الأستاذ بيقول عودة اللعيبة الدوليين متأخر يا ترى أثر إعدادك للمباراة؟ فبيرد عليه بيقول طبعًا كنت أتمنى إن إحنا نيجي هنا متأهلين تمامًا وكناش محتاجين نبقى لعيبة دوليين، كنا ممكن نديهم راحة يومين بعد الفترة الطويلة اللي هم لعبوا فيها، بس للأسف الوضع مش كده. اللي هم معانا اليومين اللي هم كانوا اللي جم فيهم خدوا راحة يومين، وأعتقد دول مش هيأثروا على الحالة البدنية لأنهم بيشتغلوا بقالهم فترة، وإحنا هنبتدي نشتغل على اللعيبة المتاحين اللي هم جم هنبتدي نشتغل معاهم وهم بيتأهلوا إن شاء الله. And that applied to Mamelodi Sundowns, Hilal players who are playing for the national team. نفس الموضوع بالنسبة للعيبة Sundowns Mamelodi وبالنسبة للهلال اللعيبة اللي عندهم لعيبة دوليين بيلعبوا مع منتخبات بلدهم. And same as Merikh. وبالنسبة للمريخ السوداني برضه. And us. So it's international football. في حاجة دولية على الفرق كلها مش احنا بس. برضه واقعي جدا مستر موسيماني في كلامه. يمكن شفنا في الاخر وهو بيتكلم عن اللعيبه الدوليين هو كان يعني بيقول ان هم برضو اكيد يعني في حاله اجهاد وهو اداهم راحه ولو انه كان يتمنى ان هو يريحهم النهارده ولكن ظروف المباراه حطته في الموقف ده فان شاء الله باذن الله نحسم التاهل النهارده وعندنا بعد كده يعني فتره طبعا مش كبيره انما على الاقل يبقى في راحه لمده يومين ولكن نحسم التاهل النهارده والنادي الاهلي قادر باذن الله على حسم التاهل وان شاء الله يبقى المكسب من نصيب النادي الاهلي ودايما على فكره في لقاءات النادي الاهلي والفرق السودانيه سواء المريخ او الهلال دايما النادي الاهلي ليه التفوق ودايما النادي الاهلي ليه اليد العليا تعالوا نروح نشوف تقرير عن لقاءات النادي الأهلي مع الأندية السودانية وتفوق النادي الأهلي بصفة دائمة وبعدين نطلع منه على فاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا الكبار ونجومنا الكبار اللي مشرفينا النهاردة كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب كابتن أسامة عرابي والكابتن عادل مصطفى أرجوكم انتظرونا